معاك، واكيد انت يعني شفت رده الفعل كونك مخرج ويعني رجل غدير في عالم السينما وناقد وكاتب عن موضوع الدراما، والبعض انه فسر الدراما انها قد تكون مسيره لمساله التطبيع مع اسرائيل، وان اصبحت الدراما لا تخدم المجتمعات الخليجيه والعربيه، وان تطرح قضايا قد تكون مخالفه ومنافيه لهذا التوجه العربي الاسلامي. رايك فيما الان الحديث عن مسلسل ام هارون، او حتى هناك مسلسل اخر مخرج سبعه يتحدث عن اليهود ويعني وعن يعني تعايشهم في فتره من الفترات في منطقه الخليج. حياكم الله جميعا، وكل عام وانتم بخير، وشكرا على توفير هذه الفرصه للمداخله. انا اطلعت على كتابات وشفت اجزاء من المسلسل حلقات، وفي نفس الوقت انا صدمت من الكتابات الاولى التي نشرت يمكن قبل حوالي 5 ايام عن المسلسل الذي لم يشاهد بكله، يعني هو شهدت بعض الحلقات فبدا الناس يكتبوا ويعبروا عن غضب، وطلعوا تخريجات هي خارج المسلسل. بمعنى يعني انا يعني لا اتحدث عن وجود اليهود تاريخيا في الكويت، لا اتحدث عن هذا لان انا مش دارس هذا الموضوع. ممكن طبعا ادرسه، لكن كان في تعليق واحد وانا شغال على سيناريو عن كتاب ألان فيليرز اللي هو البحار الاسترالي اللي هو ركب مع النجدي الله يرحمه علي وسافر معاه على افريقيا ورد على الكويت وكده، رجع عنده انطباع، كان عنده انطباع في كتابه اللي هو ابناء السندباد، كان عنده انطباع ان في قدر كبير من التسامح في الكويت. نعم. تسامح بين الاديان يعني. لكن طبعا ما فصلش مين هم، ايه هي الاديان وكذا، وانا طبعا واعي بالحساسيه تجاه موضوع التطبيع. نعم. بس انا شايف انه اولا المسلسل لم يشاهد بكليته بالكامل كل الحلقات، وبالتالي يمكن الحكم عليه، الحكم في النهايه ان نشاهد المسلسل كاملا. صحيح. لكن كون ان في موضوع فيلم او مسلسل في واحد يهودي وفي تعاطف معاه حتى، وان هو كان شخص عادي ومقبول من المجتمع وما حدش بيعلق كتير على موضوع دينه طالما لا يعارض هكذا. خلينا نذكر ان اليهود كانوا في البلدان العربيه كلهم قبل عام 48 كلهم مكرمين وعايشين كمواطنين عاديين، ما حدش بيناقش موضوع يهوديتهم يعني في كل البلدان. نعم. انا في طفولتي كان عندنا حرس اليهود في مدينه المحله الكبرى التي ولدت فيها في مصر، كان اسمها حرس اليهود. نعم. وكان مسلسل، وكان هناك مسلسل لنفس المخرج في مسلسل مهارون وهو اسمه حاره اليهود ايضا قدمه محمد جمال. ايوه المسلسل. صحيح. المسلسل الاخر مضبوط، برافو عليك. فبالتالي كان فيها وخلاص يعني كان مقبول، وطالما قامت دوله اسرائيل بدا هنا موضوع اليهود يصبح اكثر حساسيه. نعم. ويصبح تاثيره سلبي على كلمه يهود، يعني كلمه يهود خلينا نبدا يعني نعصب ونبدا نتخذ موقف مباشره لا من الدين ولكن من اليهود انفسهم. نعم. فانا شايف ان ام هارون ما يعني هو قصه عاديه لعائله واحدة يهودية في 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 وطن اسلامي في نعم. بلد يغلب عليه المسلمين. نعم. شايف ان هي لسه بنشوف المسلسل لغايه نهايته، وبعدين يبان بالضبط التوازنات هذه لا تاتي من حكم خارج. نعم. العمل. انا شاكر لك. عندي مثالين، عندي مثالين بشكل سريع مهمين. استاذ الفاروق لان سريع. عندي مثالين. نعم. مهمين. فيلم في سنه 79 طلع فيلم اسكندريه ليه ليوسف شاهين. نعم. وفي شخصيه يهوديه، البنت اليهوديه نجلاء فتحي، وبتحب احمد زكي وهو مسلم، ووالدها كان يوسف وهبي وقتها، وطلعت ضجه شديده على ناس لم يشاهدوا الفيلم، لكن بمجرد ما سمعوا ان في واحده يهوديه وان هذا التطبيع وان كذا بعد اتفاقيات كام ديفيد سنه 78. نعم. فمع هذا الظرف لما نشوف الفيلم بالكامل طلع الانطباع مختلف تماما. الحاله الثانيه هي حاله حدثت في الولايات المتحده الامريكيه، حكاها لي مصطفى العقاد الله يرحمه، لما بدا يعرض فيلم محمد رسول الله في نيويورك، طلعت جماعه اسمها الجماعه الحنيفيه المسلمين متشددين، وراح احتلوا السينما وخدوا رهائن وقصص من هذا القبيل، واحنا هنفجر ونقتل. اضطر مصطفى يطلع يسيب لوس انجلوس ويروح على نيويورك ويدخل السينما معاهم، وقال لهم اقتلوا عليا اقتلوني انا لو ان الرسول عليه السلام بيظهر في الفيلم، انه مجرد الاسم واسمه محمد رسول الله طلع الناس وكذا. فطبعا قعدوا معاه لغايه ما شافوا الفيلم في النهايه وافرج عن الرهائن ومفيش اي شيء. فخلينا نعمل الأعمال الفنية بدون أحكام مسبقة، خلينا نشوفها بالكامل وبعد كده نتكلم عنها. نعم. أنا